ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق، يعني تعد نية ارتكاب الإبادة الجماعية هي العنصر الأكثر صعوبة في تحديده وفقا لتعريف الأمم المتحدة، فهل تتوقع نجاح جنوب أفريقيا في إثبات توفر هذه النية في ظل ظروف إصرار إسرائيل على إنكار تلك التهمة؟ يعني أتصور بالفعل أصعب نقطة هي فكرة هذه النية، نية الإبادة وإثبات هذه النية، ولكن أتصور أن ثمت يعني أدلة كثيرة بتطرى في هذا الخصوص يمكن أن يقدمها الدفاع، سواء كان أنه تصريحات المسؤولين أنه لا يوجد مدنيون في قطاع غزة، وإنما الكل يتبع حماس والفصائل المقاومة، سواء كان قصف المستشفيات، سواء قطع المياه والإجبار على التهجير وقطع كل وسائل الحياة، كل هذه سواء كان هذا القصف العشوائي لهذه المساحات التي محيت من على خريطة غزة والعائلات التي شطبت أسماؤها من السجلات المدنية، كل هذه يعني أدلة توفر نية هذه الإبادة. فهذا فيما يتعلق بهذا الركن المعنوي، نية الإبادة وإثبات هذه النية. أما الركن الشرعي فهو موجود ومتعارف عليه، الصفة غير المشروعة لهذه الأفعال الإجرامية وفقا لاتفاقية تجريم هذه الجريمة البشعة الإبادة الجماعية من خلال الأفعال المرتكبة بقصد التدمير للجماعة قومية أو عنصرية أو دينية، ومعروف أن يعني الفلسطينيون فقط ذنبهم وجريرتهم أنهم فقط فلسطينيون، يتم قتل ما يربو على 23,000 مواطن فقط لأنه فلسطيني. فهذا هو الركن الشرعي، والركن المادي والركن الأخير هو يعني الأفعال الإجرامية وهذه النتائج الكارثية وعلاقة السببية التي تربط ما بين الفعل المادي والنتيجة، وتثبت أنه لولا تلك الأفعال لما تحققت هذه النتائج بالشكل الذي يعني تحققت به. فتصور أن الأركان يعني ثابتة ووافرة، ويمكن للدفاع أن يثبتها وتحكم المحكمة بما ورد في لائحة طب الإتهام. يعني بالتفكير أو بالحديث عن حكم المحكمة، ومن واقع متابعتك لمجريات الجلستين، إلى أي مدى قد تسفر عن وقف نزيف الدم في غزة؟ أتصور أن يجب التفرقة ما بين أمرين. مسألة الحكم بالإبادة الجماعية وأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، هذا أمر يأخذ ليس شهورا، قد يأخذ سنوات، لكن الأمر الذي من الممكن أن يتم الحكم فيه في غضون أسابيع هو ذلك الأمر الوقتي العاجل بإصدار المحكمة أمر بوقف هذه العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال. هذا أمر سهل إصداره، وأتصور فكرة الدفاع الشرعي التي ترتكن إليها الدولة الإسرائيلية يمكن الرد عليها بأن الدفاع الشرعي له شروط وله ضوابط، وأنه تعدى هذه الضوابط، وأنه يلزم أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع الخطر الداهم، وأيضا فكرة هذه الدفوع التي سمعناها اليوم في اليوم التالي، التشهير بإسرائيل وأنها جنوب إفريقيا لا تعد أن تكون مجرد بوق لحماس، الرد عليها دفاع غير منتج لا يرد على أصل الاتهام وعدم المعقولية. فتصور أن القضية يمكن الحكم عليه، يمكن الحكم بسهولة فيما يتعلق بهذا الشق الطارئ المستعجل، وهو إصدار المحكمة أمر بوقف العدوان. العقبة الوحيدة هي أن هذه الأحكام مع أنها أحكام نهائية، لكنها لا تمتلك القوة الجبرية أو آلية لتنفيذ هذا الحكم. فسيرفع الأمر في الأخير في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن باعتباره الفرع التنفيذي للأمم المتحدة، والذي يمتلك وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة أن يستخدم القوة الجبرية في تنفيذ هذا الحكم أو ذاك القرار. أستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.